وحبيب رب العالمين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله القائل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إخواننا أهل البلعة الكرام، آل عمير الكرام، لقد جاءت هذه الجاهة الكريمة من آل الأعرج وأنسبائهم وأقربائهم لطلب يد كريمتكم ميسان عمير لابننا فادي بسام الأعرج على سنة الله ورسوله، منتظرين موافقتكم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يعطيك العافية. السلام عليكم جميعا، ومسيكم بالخير. أهلا وسهلا بكم الجميع، دار الأعرج وأنسبائهم وأقربائهم، الجاه الكريمة اللي وفدت معاهم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وأنتوا على روسنا أصدقاء وأحبة، وأبو فكري صديق عزيز قديم علي وإخوته وكل أهل زيتا وكل الجاه الكريمة على روسنا، اللي زيكم بشرفوا ونسبهم شرف إلنا، وإحنا بنرحب بكم وبين كلكم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تمام على خير، وربنا يعني يجعل حياتهم كلها سعيدة ويجعل علاقتنا أبدية إن شاء الله بالمحبة والخير. وعلى نية التوفيق نقرأ الفاتحة بمعيتكم. فاتحة يا جماعة. اطلع له يبوس يتواصل. شوف مسابقه عم اللي طلبوا تسلم عليه.